السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير هانيين، صحتكم لاباس؟ كلشي مزيان. اليوم غادي ندير معاكم ان شاء الله باذن الله غادي ندير معاكم دجاج بالملوخيه. كيحمقني دجاج بالملوخيه المشاهدين، تيجي واعر. بزاف ديال الناس كيقولوا لي الملوخيه خاصك تضربيها بالشيتا، خاصك تديري لها هادي ديري. انا ما كندير لها حتى حاجه، كنحيد لها الرويصات ديالها هكايا كيف كتشوفوا، هانتوما نحيد لها هاد الرويصات هكا، وما كنقطعهاش من هنا، كنخليها الا قطعتها منها كلها كتفرط، كنخلي باش كي هذوك الرويصات الفوقانيين كيبقاو هكا. كندير لها هكا، كنبغي عليها شويه من الملح بحال هكا، وكنخوي عليها شويه من الماء. ندير لها هكا مليحة وكنخليها، وهاد الملحة هادي كتحيد لها تا الريوق، داك الريوق اللي فيها كيتحيد وما كيبقاش، هانتوما كيهبطو بوحدو ما كيبقاش. دابا انا غنخليها على مر الدجاج يطيب. هنايا انا درت فص ديال الثوم كاتو، ناخد بصلة هيا نقطعها، صافي البصلة كنقط هنايا، راه عندي شوية الضيق حيت كيف غنديرو لكم في القناة، كنا هاد الكوزينة أنا محضرتش من صايبوها لي، وخرجت معايا كوزينة مزيانة من لهيه، ما لقيتش فين نحطها باش تعطيني الاتساع لي أنا باغية. دابا غادي تعاود هاد العام كنت غريبة، ولكن ما قدرتش فهاد الصيف وهاد السخونية وهاد الشي، مقدرتش لأن هنا خصني قليلة قليلة شهر كامل توقفي عليهم باش عاد الكوزينة اللي بغيتي تجي كيف ما هي. وهنا الكوزينات ديال الخشب اللي كيديرو، لأن بنادم الخشب مكيصبروش، حيت هنا التسياق والما كيقطار وهادي مكيصبروش الإنسان، يعني يبنيها بحال هاديك القديمة ويدخل عليها ديكورات وتحسينات ليجي كوزينة زوينة، ولكن كتبقى صحيحة، يعني كتسيقي وتغسلي وديري اللي بغيتي. أما هادي بقوة الغسيل ديال الما دليل لابابو وهادي كلشي عشا. دابا غادي تريب كلها، وهاد لي موبل هادشي كلو غيطلع للكوزينة اللي في السطح. هانتوما عندي حامضة هكا، هادي اللوحة نخليها تا اللوحة مع الدجاج، نشيل الدجاج من الملحة، نعرفو عندها لاح الملحة. Thank you.
الزوج ديالي غسلته غادي نديرو هنا دابا غادي ندير العطريه الابزار معلقه ديال الابزار معلقه ديال الابزار غادي ندير سكينجبير معلقه صغيره ديال سكينجبير خرقوم غادي ندير تقريبا كاس لاروب نص كاس ديال زيت العود ثم تقريبا نص كاس درت يعني ما درتش كثر غادي ندير الملح غير شويه فوالا ندير غير شويه ديال الملحه وغادي نردها تقلها ونرجع كما دابا المشاهدين هادي الشلابة ديال زو بطاطا مع هاد البطاطا ديال الأرض الوالي كتجي واحد المذاق فيها من داك الشي رفيع لأن مدايرلها لا دوا لا والو يعني طبيعية كيف كيقولو بيو ديال الجربة كتجي فيها الشلابة غزالة كندير معاها خيزو مع الصاد كياكلو أكثر الشلاضة ما كياكلوش مرقة بزاف و الحمارة كيتقلى كما المشاهدين ندير هاد المطيشه هادي ديال الصغير ندير منها شويه الملوخيه كتبغي مطيشه نحكي المطيشه وغادي نلوح الطيب شكون درت الثلاجة هادي؟ خويا ما عارفة المطيشة كتلبي المرقة ديال الخضرة أي خضرة هكايا غديروها بحال مثلا السلاوية كتبغي القرعة كتبغي مطيشة بحال القرعة تاهي كتبغي مطيشة بطاطا الجلبانة فهي كتبغي مطيشة هاد الخضر كلهم كلكم تحكولهم شوية بالمطيشة باش كتجي المرقة ملبية زوينة ميجيش الماء غادي يجي والخضرة تجي كتجي ملبية Thank you.
وهذا ما في شيء المشاهدين الخيس هنا اللي تما كنشريو الزبالة بفلوس بعد 60 ريال الكيلو راه ما تاكلو في هاد المطيشة غزالة. اللي بقات كتجي بيها كتحمق. داك الشيء كله والحلفه صلاه الرحمن الرحيم. ثم المشاهدين الدجاج ديالي هو طاب، غادي ندير ليه الملوخيه هي المطيشه وغادي نملي الضو يطيب. ثم الشكل ديالو هذا هي كتوجد ملوخية مكتعطاش الكمر ديالها، قلت معها البال باش مش متجيش هارية بزاف. شحال من مرة كنسعها وكتلقاها كلها طارت بزاف، يعني كتوقع الإنسان نسعي الدبالة شوية وطارت. هنا عندكم دوك المعجنات الصغيرة ديال الكوزينة ولا ديال الفران، أنا ليا كندير ديال الفران، الفران هنايا مكتبعليش الضو، مكنستعملوش مكتبعليش الضو، باش كتصوم كديري لها دقايق ديك 5 دقايق وتحلي عليها. طيب ورجع كل المشاهدين الشلاضة ديالي وجدات، درت الرز ومسلوق وبطاطا مسلوقة وخبزو، حط عليه شوية د المعدنوس، غندير زيت الزيتون، الخل ديال التفاح وانتم عارفين اللي بغى له مايونيز يمكن له يدير المايونيز، انا ما كنديرش المايونيز. يعني اللي باغي يعني الريجيم شي من احسن الجانب ما يفرش. ندير شويه د الملحه وخا سلقتهم بالملحه، خمس لوقا بالملحة بنشكر ما فيهاش الملحة كثير، ندي غرض الملحة بالبزار انتما المشاهدين الشلاضة ديالي وجدات. كتجي زوينة هكا كتجي باردة، وبنادم كياكل شي حاجة خفيفة مع الصاد ما كيقدرش ياكل،
فوق غادي ندوزو ان شاء الله الطاجين ديالنا اللي هو هانتوما المشاهدين ها الطاجين ديالي ديال الملوخيه وجاد هانتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي هانتوما شوفوا المريقه كيفاش كتجي خاتره وما فيها لا ريوق لا والو راه غير الملحه كتحيد لها كاع هذوك الريوق ما كيبقاوش فيها هذا الطاجين ديالنا هانتوما المشاهدين كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ودعمونا بالجيم واشتراك في القناه ومرحبا بالناس اللي عاد دخلوا عندي كنشكرهم بزاف 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 وشكرا والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله دعمونا فضلا ليس امرا وشكرا بزاف وكنتمنى يعجبكم الغدي وهاد اليوم شكرا والى اللقاء وعندي صباغه داكشي علاش كتسمعوا شويه الصداع والروينه ان شاء الله من غادي ساري وغادي نوريكم شنو دارو الصباغه ونشارك معكم حتى داكشي اللي درت في الدار هذا العام ان شاء الله وشكرا والى اللقاء.